صباح الخير يا صباح الرعدة. رايحة يا بيت تشتكيني؟ رايحة تشتكيني من حاجة يا بيت؟ رايحة تشتكيني ان انا بلعب منك الهدلتين اللي بتاخديهم؟ طب حطي في عينك حصوة ملح. خلاص يا خالتي يا بنت حرام عليك، رايحة تجرسيني؟ ده انا عنياتي ومقعداكي في بيتي. خلاص حرام عليكي، حرام عليكي، كل شوية ضرب ضرب. ده انا مش هضربك بس، ده انا هتالك قتل. فين الحتتين يا بيت؟ فين انتي قبل ما اكسر عظامك يا بنت؟ فين الحاجة؟ يا خالتي، يا خالتي هتعملي فيهم ايه؟ هتعملي فيهم ايه؟ هما فين؟ يا خالتي، يا خالتي خليها مكانها. يا خالتي، يا خالتي، يا خالتي، انتي يا بنت، الحاجة فين انتي قبل ما اقطعي؟ جوه 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 في الأوضة. طب اخفي من وش السعادة يا بنت الرفضة. يعني ايه في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيها فتحية؟ حصل ايه يا هنية؟ صوتكوا جاب لاخر الشارع، مالكم بتتخانقوا ليه؟ تعالى يا اخويا شوف بنتك وعمايلها، مفيش حاجة في الدنيا عجبها ولا مالية عنها. طب حصل ايه بس قوليلي؟ الحاجة سيدة ربنا يكرمها دنيا واخر بعتت لي حتتين مع البت هنية. اسألها فين الحاجة يا بنت؟ تقول لي الحاجة ادتهم لي بتوعي، مع اني وحيات معزتك بسماحة نفس كنت ناوي اقسمهم بيني وبينها. انت هتقولي لي؟ ما انا عارف حنيتك وقلبك الكبير يا فتحية. ليه كده يا هنية؟ عيب يا بنتي، ده حتى مش طبعي. والكتمة الشريفة ما حصلش حاجة من اللي بتقوله ده ابدا ابدا. شايف ياما شايف عيالها؟ عايزة تكذبني، عايزة تطلعني كدابة قليلة الأدب. ليه كده يا بنت؟ عيب عيب، دي مرات ابوكي يعني في مقام امك. امي انا يابا انت أنا... ايه يا شيخه انت ايه؟ ما انت عارفه اني ما بحبش التجرمه وقله الحياه. اتفضلي يلا على اوضتك، ادخلي يلا يلا. حاضر حاضر. لا تجيبي الحاجه الاول. حاضر، انا من يمتي هجيب، لكن من يمتك انت خليكي كده بقى اهو. يخرب بيتك. معلش يا بنت معلش، ما تعيطيش يا حبيبتي، الصبر طيب يمهل ولا يهمل. الخدمة الشريفة يابا، الهدوم دي بتاعتي بتاعتي، واني من يمتي كنت هديها جلابية، لكن خلاص بقى ربنا هو اللي يديها. مصدقك يا بنتي والله مصدقك، لكن هعمل ايه بس؟ حكم القوي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وكمان بتدعي عليا يا شاهين؟ معلش منك لله. ممكن افهم بقى انت وبنتك بتتودودوا عليا تقولوا ايه؟ احنا ما بنتودودش ولا حاجه، ده انا كنت بستفها على اللي عملته معاكي، لكن خلاص من هنا ورايح مش هتستجري تقول لك تلت التلاته كام. قومي يا بت بوسي راس ننتك، قومي يلا. اوعي كده ملختيني. ايه فاكره شويتين اللي عملتيهم دول والحنيه والبوس هيخلوا عليا؟ لا يا حبيبتي على راي المثل، اباحي وصباحي. شوفي يا بنت الناس، اذا كنت ناويه تعيشي معايا في بيت واحد تمشي زي الالف، ما تقوليش تلت التلاته كام، والا الباب قدامك يا حبيبتي ويفوت الجمل. روحي حبوسي راسها. ايه كريم؟ انا محقوقاله